إذا كانت باريس عاصمة الموضة الفرنسية، فميلانو هي عاصمة الموضة الإيطالية. فحلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس هنعرفك على أشهر أسواق وشوارع التسوق في ميلانو. لف وشوف مع منفيس. لف وشوف مع منفيس كل خميس. 1. جاليريا فيتوريو إيمانويل سيكوندو، المول اللي بيخطف الأنظار بسبب تصميمه المعماري الأنيق. بيقع جاليريا فيتوريو بين ساحة الكاتدرائية وساحة ديلاسكالا، وبيتميز بأرضيته الفسيفسائية وقبته الزجاجية الغاية في الروعة. الجاليريا يعني التسوق في جو ملوكي، بين ممرين وخمس أدوار بيضموا مجموعة من أفخم المحلات التجارية العالمية لأشهر مصممين إيطاليا زي برادا، فيرزاتشي، ولوي فيتون. وبعد جولة التسوق ممكن تستمتع بالمعجنات والإسبريسو في باستيتشيريا مركزي فوق محل برادا، أو فاتح للشهية في كامبرينو، أو بوجبة فخمة في كراكو. ولكن ما تتوقعش إن الأسعار في الجاليريا هتكون منخفضة. 2. كوادريلاترو دي لا مودا، حي الموضة في ميلانو. كوادريلاترو دي لا مودا أو حي الموضة في ميلانو هو عبارة عن أربع شوارع من أرقى شوارع التسوق في المدينة، منهم شارع فيا مانزوني، شارع عصري ودايما زحمة، بتوصله من ساحة ديلاسكالا باتجاه ساحة كافور، وأكتر الماركات الإيطالية البارزة في الشارع جورجي أرماني في أرماني ميجا ستور، وشارع فيا ديلا سبيجا اللي بيشتهر بأناقته في الملابس والأحذية وشنط اليد. 3. شارع مونتي نابليونا، أفخم وأغلى شوارع التسوق وأكثرها أناقة في ميلانو. يعتبر شارع مونتي نابليونا هو الشارع المركزي في حي الموضة، وبيشتهر الشارع بشكل خاص بمحلات الملابس والمجوهرات الفاخرة. فالشارع بيعيشك أجواء الملوك الأثرياء لمجرد بس التمشية بين محلاته الأنيقة والعربيات الفخمة، وإن أمكن شراء بعض القطع. 4. كورسو بوينوس آيرس، الشارع اللي يقال إنه هيخليك تتسوق لغاية لما تقع. كورسو بوينوس آيرس أطول شريان للتسوق في ميلانو، وبيمتد لأكثر من 1 كيلومتر من ساحة الدومو لمدينة مونزا. وعلى عكس شارع مونتي نابليونا والمناطق المحيطة بساحة الدومو، فأسعار شارع كورسو بوينوس آيرس بالشكل العام في المتوسط وفي متناول الجميع، وبيكون في تخفيضات بعد الكريسماس وفي نص الصيف. وبيضم الشارع بجانب مجموعة جذابة من ماركات الملابس المشهورة، المطاعم والكافيهات، ومحلات الآيس كريم والمكتبات. 5. الشنترو، مش حابين نصعب عليك الاختيار، ولكن مول الشنترو من الاقتراحات اللي ما ينفعش تفوتك في ميلانو. بيقع مول الشنترو على مسافة نص ساعة بس من محطة قطارات ميلانو المركزية، وبيكون فيه أوتوبيسات مخصصة لنقل الزوار للمول من قدام المحطة. بيتكون مول الشنترو من دورين، وبيضم 200 محل لأكبر أسماء الماركات العالمية والإيطالية، بجانب 25 مطعم. 6. شنترو ساركا، من أحدث صيحات الموضة لأحدث الإلكترونيات لأجدد الأفلام لأفضل المطاعم. بيقع شنترو ساركا في سيستو سان جوفاني، وبيتكون المول من 85 محل للماركات الهاي إند و15 مطعم وكافيه ودور سينما وخدمات تانية كتير. 7. حي التسوق سيتي لايف، حي التسوق سيتي لايف هو واحد من المشاريع المرموقة في كل أوروبا، واللي تم تصميمها على إيد المهندسة زها حديد. وبيقع حي التسوق في ساحة تريتوري في ميلانو. حي التسوق سيتي لايف بيقدم لك تجربة تسوق متكاملة عن طريق ثلاث مباني ضخمة مرتبطين ببعض الممر، والثلاث مباني بيضموا 80 محل و20 مطعم وكافيه وسوبر ماركت وسبع شاشات سينما بإجمالي 1200 مقعد. 8. ديزاينر أوتلت سيرافالي،
لو كنت بتدور على اقتراحات الأوتلت على مسافة ساعة بالعربية خارج ميلانو، بتوصل لديزاينر أوتلت سيرافالي. الأوتلت عبارة عن قرية مفتوحة بتوفر لك فرصة التسوق بين أكتر من 230 محل من أكبر الماركات العالمية المشهورة زي جوتشي، برادا، فيرساتشي، روبرتو كافيلي، سلفاتوري فيراغامو وهوجو باس. والأكتر من كده إن كل الماركات دي متوفرة بتخفيضات بتوصل ل 70%. 9. قرية فيدنسا. وفي خلال ساعة كمان من ميلانو بتوصل لقرية فيدنسا، واحدة من مجموعة بستافاليج الـ11 لأفضل وجهات التسوق في العالم. قرية فيدنسا هي فرصتك التانية لأفضل صفقات الشوبينج. فيدنسا يعني التسوق ما بين 130 محل للماركات الإيطالية والعالمية مع خصومات بتوصل كمان ل 70%. 10. سكالو ميلانو أوتلت أند مور. وفي أقل من ساعة بتوصل لأوتلت سكالو ميلانو. بيوفر لك أوتلت سكالو ميلانو العلامات التجارية والإيطالية مع خصومات بتبدأ من 30% ل 70% على مدار السنة. 10. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبتك حلقة النهاردة اعمل لنا لايك واكتب لنا في التعليقات ايه اكتر اقتراحات تسوق عجبتك في ميلانو، وما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس علشان ما تفوتكش حلقتنا الجديدة.